الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله. السلام عليكم أخواتي، مبارك عواشركم، عيد مبارك سعيد، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اليوم كيف ما كتشوفوا نوريكم الجو كيفاش دوزنا العيد الفطر رغم الحجر الصحي، ولكن الحمد لله دوزناه فواحد الوقيت اللي هو زوين ومع الصحابات، وما كان نقولش انا راهم صحابات راهم خواتات. الحمد لله دوزنا واحد الوقيت زوين، وكانت واحد البنت عندها عيد الميلاد راكم عارفين دابا مع الحجر الصحي ما دارتوش هذا، وخدينا لها هاد التورته هادي وفرحنا معها وخلقنا جو اللي غادي ان شاء الله نشارك معكم فيه الغداء والكوتي، ودرنا الحنة نقشنا الحنة وداز واحد الوقيت اللي هو جد رائع، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم كتحفيز ان الانسان يحاول ما امكن انه يخلق الجو في حياته. الحياه قصيره وما كتستاهلش اننا نتخربقوا فيها. كيف ما كتشوفوا هذا هو الكسكسو اللي وجدت صاحبتي الله يعطيها الصحه، اللي كان واحد الكسكسو جد رائع، وكانوا حاضرين معنا فيه حتى الطاليان اللي صراحه واحد جوج طاليانيات وحده الحمد لله مسلمه وما شاء الله عليها، واحد الاخت صراحه اطيب خلق الله، وسبحان الله كيفاش دايره ديك البنت، وعجبهم الجو عجبهم الكسكسو عجبهم كل شيء عجبهم الصراحة كيف ما كتشوفوا. المهم بغي نشارك معكم هذا النهير هذا كيف ما كيبان لكم. الكسكسو الصراحة كان جد رائع الله يعطيها الصحة، والمهم هو أن الإنسان كيتجمع وكيخلق جو. صافي من بعد فاش تغدينا حطات هكا شويه دلاع الفريز والقهيوه، راكم عارفين الطاليان ضروري من ورا الغدا كيبغيو القهوه اللي مبلي بالقهوه. صافي من بعد قبلنا دخلنا درنا الكوتي كيف ما كتشوفوا، حطينا ديك التورته، كاينه هاد التورته حتى هي ديال الديسير اللي بالفروته ديسير كيف ما كيبان لكم. كانت هذه هي الطبله ديال الكوتي اللي درنا، ومن بعدها غادي نخرجوا للجرده وغادي نديروا الحنينه وغادي نخلقوا الجو. داز واحد النهار الحمد لله ولله الحمد صراحه، واخا داز هذا الحجر الصحي في 3 شهور هنا في ايطاليا، ولكن الحمد لله نهار العيد اللي زعما خرجنا الطاقه كامله السلبيه وبدينا بالايجابيه ان شاء الله. يا ربي تدوم علينا النعمه وتحفظها من الزوال كيف ما كتشوفوا. غنخوي اتاي وغادي نكملوا الكوتي ديالنا كيف ما كتشوفوا. صراحه داز واحد النهار اللي جد رائع رائع رائع، ونتمنى ان شاء الله تكون يا ربي حياتنا كامله هكا، ونكونوا ديما مجموعين ان شاء الله ما يفرق بيناتنا حد يا ربي يا كريم كيف ما كتشوفوا. ودابا خرجنا للجرده وخلطت حنينه، غادا نشارك معكم ان شاء الله الفيديو اللي من وراء هذا كيفاش خلطت الحنه وكيفاش كيفاش كندير لها. كيف ما كتشوف لسنا في الجريده من بعد ما درنا الكوتي، غادي ندير ان شاء الله الحنه، كننقش للبنات ونقش لهذيك الطاليانيه هي اللي عجبها واستمتعت معنا هي جالسه. وكيف ما كتشوفوا هنايا بدينا كنديروا في الحنينه من بعد ما خلطناها وجلسنا في الجرده، والصراحه دوزنا واحد الوقيت اللي ممتع جدا، وخرجنا فيه كاع ديك 3 شهور ديال الحجر الصحي الحمد لله ولله الحمد. كان واحد النهار اللي متميز صراحه، كان زوين مع البنات اللي صراحه
حتى هما النفس ديالهم مريحه وكيبغيو كيبغيو هكا الجمعه، كيبغيو الضحك، كيبغيو الحمد لله ولله الحمد. الله يجمعنا يا ربي على طاعته. كيف ما كتشوفوا الحنينه راه حتى هي كتعبر على الفرحه وكتعبر على السرور. يا ربي تجعل حياتنا كامله فرح وسرور يا كريم. كل ما قال امين يا ربي يا كريم. صافي غدا نقش البنات كاملين صراحه اللي كانوا معانا كاملين. قشت الطاليانيه حتى هي عجبها الجو. تصوروا ل 9:30 تاع الليل وهي باقه جالسه، والغد ليه راه خدامه ومسخاش باش غادي تمشي، لان عجبها الحال وجايه من واحد البلاصه اللي يعني بعيده ماشي قريبه. هذا يعني كيدل ان قالت لك المغاربه ما كاش كتعبهم هكا، كانت واخده عليهم واحد الفكره ولكن بدلنا ليها الصوره. وهذه من فضل الله سبحانه وتعالى والكرم ديال المغاربه اللي معروفين به. صافي غدا نكمل الحنه ونوريكم النتيجه النهائيه من بعد ما كملت البنات. وكانت هذه هي النتيجه من بعد ما سالينا درت البنات كاملين الحنه ودوزنا وقيد زوين. ونتمنى يا ربي يا كريم تدوم لنا النعمه وتحفظها من الزوال. والسلام عليكم.